أهلا بحضراتكم. واجهتنا عن مشروع قانون المجلس القومي للمرأة في أول ظهور إعلاني لأعضاء اللجنة أو أحد أعضاء اللجنة التشريعية بالمجلس. عندي أسئلة كتير وأكيد عند حضراتكم، وعلشان كده بدون مقدمات طويلة اسمحوا لي أنا أرحب بضيفي اللي جالنا مخصوص من محافظة المنيا، الدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة والمتحدث باسم المجلس فيما يتعلق بمشروع قانون الأحوال الشخصية. أهلا بحضرتك ومنورنا يا فندم. ربنا يخليك يا فندم. اهلا بيك يا دكتور. يعني اول حاجه ممكن تدينا فكره عن هذا المشروع او مشروع القانون؟ اولا هل هو قانون جديد متكامل ولا هو تعديل للقانون الموجود حاليا؟ تمام يا فندم. اول شرفنا طبعا ان انا اكون معاكم. القانون كلنا عارفين ان القانون يعني ما مش للعباده ولكنه لمصالح الناس. وكلنا عارفين ان القانون بدا سنه 1920 بالقانون رقم 25 لسنة، يعني بقاله 100 سنة. وبالتالي كل التعديلات التي حدثت عليه كانت مجتزأة وتتناول نصوص بعينها. منذ فترة طويلة كان هناك عكوف من أعضاء اللجنة التشريعية ورئيسة المجلس القومي للمرأة في متابعة يومية لإحداث نوع من التطوير في هذا التشريع، لأن التشريع أصلا معمول لخدمة الناس، فإذا تأخر عن خدمة الناس وجب على الناس أن يغيروا هذا التشريع لصالحهم. وده اللي تم. الخلاصة اللي تم في هذا المشروع أن هناك قضايا كان فيها مشاكل شائكة، زي مثلا الحضانة، زي الرؤية، زي الزواج العرفي، زي الطلاق الشفهي، زي إنذار الطاعة، زي مثلا ما يتعلق بالمتعة، موضوع مهم جدا يتعلق بسكن الزوجية، سواء المرأة كانت حاضنة أو لم تكن. كلها مسائل تتعلق بكرامة المرأة وهدف المجلس القومي للمرأة، وأرجو أن يكون هذا مستقرا في ضمير وأذهان المجتمع المصري كله. هدف المجلس القومي للمرأة هو الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، ليس تحيزا للمرأة ضد الرجل، وإنما هو حفاظا على كيان هذه الأسرة المصرية وتماسكها، لأنه لا أعتقد أننا يمكن أن نخدم المجتمع من خلال أسرة متهاترة أو بها صدوع كثيرة، سواء من جانب المرأة أو الرجل. وأعتقد أن الرجل لن يكون سعيدا إذا كان شريكا لامرأة ليس لها رأي وليست معتزة بكرامتها، أو أنها تشعر أنها أدنى من أن تكون زوجة أو مساوية. وأيضا ده بيخالف الدستور المصري في أنه ببساطة شديدة المواطنون لدى القانون سواء. طبعا. طيب أبرز ملامح هذا المشروع اللي بيتقدم به المجلس القومي للمرأة. تمام يا فندم. على سبيل المثال، كل التشريعات السابقة لم تتضمن تنظيم للخطبة اللي هي مقدمات الزواج، ودي برضو مسألة كانت بترتب بعض المشاكل الحياتية، لأنه الغرض من الخطبة هي أن يكون هناك نوع من التعارف بين المقدم أو الواعد بالزواج وبين الخطيبة، حتى إذا ما تحسسوا الخطى يمكن أن يستمر هذا الطريق أو يتوقف. المشاكل كانت بتحصل فيما يتعلق بالهدايا، الشبكة، استردادها، العدول المفاجئ غير المبرر وما يترتب على ذلك من أضرار للطرف الذي تم العدول عنه، الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن ذلك الضرر إذا رتب ضررا. كل هذه الأمور كانت مسائل اجتهادية، صحيح أن القضاء حكم فيها، لكنها لم تكن منظمة بنص في قوانين الأحوال الشخصية. يعني نقدر نقول دي مواد مستحدثة. بالضبط كده. يعني كل ما يتعلق بالخطبة هي مواد جديدة وضعت نصوصا، يعني أصبحت تعتبر بمثابة قواعد يمكن بعد ذلك أن يكون الاجتهاد في حدود النص. كويس. أيضا ممكن نتكلم إيه تاني مواد مستحدثة الأول؟ بالضبط كده. لو قلنا المستحدثة من المواد المستحدثة ما يتعلق بالزواج العرفي. كلنا عارفين أن الزواج العرفي له كثير من المسالب أو نقاط الضعف، وإحنا برضو لازلنا مجتمع يؤمن بالثوابت الدينية، وعندنا لازلنا كلنا سواء مسلمين أو مسيحيين نؤمن أن هذا العقد عقد مقدس، وأنه ينبغي أن يكون له نوع من القداسة وله نوع من الاستقرار. وبالتالي العقد العرفي يعني كوارثه كثيرة وخاصة على المرأة. الحديث أو التحديث في هذا المشروع أنه ما يتعلق بالزواج العرفي هناك نص مستحدث أو في مقترح هذا المشروع أنه الزواج العرفي سوف ينتهي في غضون 5 سنوات من تاريخ تطبيق هذا
يعني ايه ينتهي؟ فهمنا يعني اكتر. يعني احنا عندنا عند كل مأذون عنده دفتر اسمه التصادق على الزواج. فلو ان احد الناس تزوج عرفيا باي شخصة يستطيع بعد ذلك ان يقوم باثبات هذا العقد العرفي عند مأذون في دفتر اسمه دفتر التصادق على الزواج، توثيقه يعني. اذا كان ذلك متاح فهو متاح. الفترة دي تسمى فترة توفيق الأوضاع حتى لا نقطع الطريق، لأنه أعتقد أن مصر فيها عدد كبير من حالات الزواج العرفي. لكي نقطع الطريق على هذا العقد الذي يمكن ألا يؤمن المرأة كثيرا، أصبح في مقترح هذا القانون أنه هناك 5 سنوات لتوفيق الأوضاع. أي سيدة أو أي رجل لا يمكن أنه يعني في طول هذه السنوات لا يعبأ ب يعني مستقبله، يبقى لا يلومن بعد ذلك إلا نفسه. كويس. لو لم يعني الأول، هل التصديق أو دفتر التصديق هيكون موجود عند المأذين حتى 5 سنوات وبعد كده مش هيبقى موجود؟ يرفع. والنص يرفع. النص المجلس القومي للمرأة بيقرر أن دفتر التصادق على الزواج سوف يرفع بانتهاء السنوات الخمس من تاريخ صيرورة هذا المشروع نافذاً. اللي يتجوز عرفيا بعد كده او اللي ما يصدقش عليه يعتبر غير متزوج، تعتبره الدولة غير متزوج. نمرة 1 لن يعترف به في القانون. نمرة 2 لا تسمع دعاوى الزواج عند الانكار، لانه خلاص بقى ما فيش حاجة. كل التسهيلات المتاحة في هذا القانون وصد الباب بها حتى نغلق الباب امام كل هذا اللف والدوران والتحايل. طيب بيبقى دي مواد مستحدثة. تمام. الزواج العرفي. تمام. الخطبة. طيب هل هناك مواد مستحدثة اخرى؟ ايه مهم جدا ان اقول لسيادتك، من ضمن الحاجات الجميله في المشروع انه سكن الزوجيه. احنا عندنا النصوص كلها المتواتره من سنه 1920 تتحدث عن انه المراه اذا كانت حاضنه فهي يعني تظل في مسكن الزوجيه حتى تستطيع ان تربي محضونها. طب افرض ان الست دي ما بتخلفش او ولادها كبروا، يستطيع اي زوج بكلمه انت طالق ان يطردها الى قارعه الطريق. وهذه مأساة، لأنه الكثير من السيدات تركنا بيوتهن، ربما أبوها مات، والدتها ماتت، ظروف الأسرة بتاعتها تغيرت، السكن الذي كان فارغا تزوج فيه أخ شقيق أو أخت شقيقة. ومن ثم المستحدث في النص أنه إذا كانت المرأة حاضنة أو لم تكن لا يجوز طردها من مسكن الزوجية عند الطلاق، وإنما تظل في هذا المسكن. وبالتالي يخير الزوج بين أن يتركها في المسكن أو أن يهيئ لها مسكنا ملائما في مثل المدينة التي تسكن فيها وفي نفس المستوى. ممتاز. طيب عايز أتكلم عن المقترحات كمان، لأنه المجلس القومي للمرأة كان أنشأ يعني مرصد للمقترحات. تمام. الخاصة بهذا القانون. تمام. قول لي حجم المقترحات اللي جالكم تقريبا قد إيه؟ إحنا كنا سمعنا إن هم كانت الدكتورة مايا قالت 140. تمام يا فندم. تمام. هو يعني البعض ربما يتصور إنه يعني في ظل غرف مغلقة تم صياغة بعض هذه النصوص يعني كما يقال أحيانا على ألسنة بعض الناس. الحقيقة أنه المقترحات بدأت سنة 2017 في شهر فبراير، فنكاد نكون وصلنا إلى عامين كاملين. طيلة هذين العامين هناك لجنة مكونة من جهات كثيرة في مصر: الأزهر الشريف، وزارة العدل، وزارة التضامن الاجتماعي، المجلس القومي للأمومة والطفولة، المجلس القومي للسكان، مركز الدراسات الجنائية والاجتماعية أو مركز البحوث الجنائية والاجتماعية. كل هؤلاء مع المجلس القومي للمرأة ممثلون في اقتراح واجتماعات مكررة تكاد تكون يمكن أقل من أسبوع. أيضا الاستماع إلى قضاة مصر الذين يحكمون في قضايا الأحوال الشخصية وهم خبراء في ذلك، يعرفون أوجه العوار والثغرات الموجودة في القوانين والتي يمكن أن يضعها القاضي بحياد وتجرد. أيضا كل الجمعيات النسائية، الجمعيات الأهلية أو منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال. زي ما سيادتك تفضلت 140 مقترح في المرصد التشريعي الإلكتروني على مسافة من إبريل 2017 حتى الآن. الاستماع إلى هيئات ومنظمات وأشخاص، بالإضافة إلى الاستماع إلى نائبات مصر في البرلمان المصري، ألاقي يعني أدلينا بدلوهن في هذا المجال. أضف إلى ذلك سيادتك أنه كان تحت بصر المجلس كل التشريعات المناظرة في الدول العربية، ومنها على سبيل المثال المغرب، الجزائر، تونس، البحرين، الكويت، الأردن، كل هذه التشريعات في الدول العربية، بالإضافة إلى الاستماع إلى الآباء وشكوى الأب والجد من ناحية الأب والجدة من ناحية والعمة، حتى يكون هناك نوع من الإنصاف والحياد ما بين ناحية الزوجة أو ناحية الزوج، بالإضافة إلى الأمهات الحاضنات. الاستماع في طول هذه السنوات
تم بشكل موسوعي، بحيث انه عندما يخرج هذا المقترح او المسوده بمشروع يكون بناء على اراء كل الاسره المصريه، هو ليس مجاملا او ممالئا للمراه على حساب الرجل. ممتاز. طيب عايزه بس اقول للساده المشاهدين، لو اي حد عنده سؤال ممكن تدخلوا على صفحه المواجهه اسال دكتور حسن سند عضو اللجنه التشريعيه بالمجلس القومي للمراه عن مشروع قانون المجلس للاحوال الشخصيه، ده على صفحه المواجهه على الفيسبوك. احنا في انتظار اي اسئله ممكن تحبوا حضراتكم تسالوها للدكتور حسن. طيب يا دكتور حسن، الحقيقه انه المشروع استعرض مضاعفه الرسوم المقرره بالقانون رقم 11 لسنه 2004 بانشاء صندوق نظام تامين أسرة، كما نص على تحميل رسوم تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقات أو الأجور أو الحضانة وما في حكمها المقررة قانونا على جانب الخزانة العامة مؤقتا لحين تحصلها من المحكوم له اللي هو المنفذ ضده تخفيفا على المرأة. البعض بيشوف أنه هذا النص، يعني بعض الانتقادات اللي توجهت لي أنه هذا النص يصعب تطبيقه، تعليقك إيه؟ تمام. لا، هو في الواقع العملي لا، لأنه أولا صندوق تأمين الأسرة ليس من إبداعات المشروع، ولكنه موجود من القانون القديم، يعني ده مستحدث على القانون 185، وبالتالي ليس جديد. هذا المصطلح صندوق تأمين الأسرة موجود، إنما المستحدث هي مضاعفة الرسوم التي تذهب إلى هذا الصندوق. طب مضاعفة الرسوم كيف تتم؟ عندما يقوم أي زوج بعقد زواج أو إجراء طلاق تتم مضاعفة الرسوم، والرسوم طبعا ليست مبلغا كبيرا. الهدف من ذلك هو الحفاظ أيضا على الأسرة المصرية، لأنه الواقع العملي يقرر أن كل دعاوى النفقة التي تكون المرأة في أمس الحاجة إلى نفقة المسكن أو الكسوة أو الغذاء أو العلاج أو حتى المصروفات المدرسية، يعني تحصلها في منتهى التعب وفي منتهى القسوة، وربما تجد المرأة كثير من العذاب ولا تحصل على شيء. فعندما يكون هناك صندوق يؤمن مثل هذه الأمور، يعني لا أقل من أنه المقدم على الزواج، يعني احنا بنصرف كتير جدا في تجهيز السكن، وبنصرف كتير جدا في مصروفات يعني أحيانا بنبالغ فيها مثلا في الفرح، فليس هناك مشكلة في أن يكون هناك 1000 ولا 2000 يعني تضاف على أي مصروفات نسريات أنا بأمن بها أسرتي وزوجتي وولادي في المستقبل. طيب هل تم أخذ رأي وزارة المالية بما أنه هي تتحمل النفقات مؤقتا؟ هو ده ما يتعلق بقى بالخزانه العامه في ماده ثانيه بقى، اللي احنا بنتكلم على انه عندما يصدر حكم نفقه لزوجه، وخاصه النفقه المؤقته اثناء نظر الدعوه، يجوز للقاضي وفقا لهذا التعديل انه في خلال 15 يوم يحكم للمراه بنفقه مؤقته، لانه الاكل والغذاء ليس في حاجه الى بطء التقاضي. ومن ثم من الطبيعي، وهذا يعني تأخرنا فيه كثيرا، أنه في خلال 15 يوم يستطيع القاضي بأمر وبحكم غير مسبب أن يحكم لها بما يمكن أن يعني يسير ظروفها بين مثيلاتها أو بين من هم في مثل ظروفها الاجتماعية أو الأدبية أو العائلية. بهذه الصورة لا تستطيع هذه المرأة بعد 15 يوم أن تحصل من زوجها، لأنه ده بيتم بطريقة الحجز والحبس ومسائل كلها فيها نوع من العبث. يترتب على ده ايه؟ انه تذهب هذه السيدة الى الخزانة العامة تحصل هذا المبلغ، وتستطيع بعد ذلك انه ممكن نرجع تاني. لكن اللي بيحصل من الخزانة بقى يعني حاجات هايفة جدا، اللي هي تتعلق بايه؟ برسوم تنفيذ الاحكام. رسوم تنفيذ الاحكام يا فندم ما هياش مبالغ كبيرة، انما يعني صعب عليا ان انا اقول ان الزوجة التي قضي لها بنفقة عندما تقوم بالتنفيذ تكلف او تكبد عناء اموال هي ليس لديها هذا المال، وبالتالي لا نريد ان نصعب التقاضي على الناس، لانه الاصل في التقاضي ان يكون مجانيا، واهم الوان التقاضي المجاني هي مسائل الاسر. ممتاز. مرة تانية بقول لحضراتكم احنا في انتظار اسئلتكم من خلال صفحة المواجهة على الفيسبوك. لو عندكم اي اسئلة للدكتور حسن سند ياريت تدخلوا على البوست الخاص بموضوعنا النهاردة ومواجهتنا مع دكتور حسن، واحنا ان شاء الله نعرض عليه اي اسئلة ممكن تكون موجودة عند حضراتكم. دكتور حسن، حضرتك اتكلمت عن يعني انكم استمعتم للجميع وعملتوا حوار مجتمعي قبل وضع مواد القانون. مثلا عايز اعرف مشيخة الازهر، هل تم اخذ راي مشيخة الازهر في مشروع القانون؟ تمام يا فندم. انا قلت انه لجنه مكونه من وزارات وهيئات مختلفه، اهم ما ورد فيها انه ممثله من الازهر الشريف، بالاضافه الى وكان طبعا في مندوب عن فضيله الامام الاكبر الاستاذ الدكتور شيخ الازهر، بالاضافه الى انه هناك ايضا مشروع او مقترحات تتم الان في الازهر الشريف،
وهناك أيضا مندوب من المجلس القومي للمرأة يحضر في مثل هذه المقترحات. فالمجلس هدفه بناء الأسرة المصرية وتماسكها، والأزهر الشريف أيضا يسير في هذا الاتجاه. المجلس القومي هدفه الحفاظ على الثوابت الدينية، والأزهر الشريف يحمل نفس المعنى. يعني ليست هناك مسافة بين يعني المستهدف في ضمير المجلس أو المقترحات التي يقدمها الأزهر الشريف، لأنه مفيش مشكلة ومفيش تعارض. ما فيش مشكله وما فيش عرض. أيوة. لكن كان الرد ايه؟ يعني إيه في اي ملاحظات جات لكم، اي مقترحات جات لكم؟ المقترح اللي ارسل من المجلس الى مجلس الوزراء مثل في اللجنه مندوب عن فضيله الامام الاكبر. تمام. والمقترحات التي لكن تتم، لكن كان في اي اضافه منهم؟ كل ده تم بتعديلات، وخاصه ما يتعلق بالمسائل المتعلقه بالطلاق والزواج والعده والمتعه. يعني لابد انه بيبقى فيها راي، لانه دي مسائل كلها بتخضع للنص المادة 2 من الدستور المتعلق به، أنه مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر للتشريع. ممتاز. طيب المجلس الأعلى للقضاء، يعني أنا عايزة أعرف هم كمان هل كان ليهم يعني هل تم الاستماع لرأي المجلس الأعلى للقضاء؟ كان ليهم أي تعقيب، أي رأي فيما يخص مشروع القانون؟ احنا كلنا عارفين أنه دستور مصر الحالي 2014 أعطى لبعض الهيئات الحق في أن تشارك عند صياغة هذه المشروعات التي تمس دورها في المجتمع. على المجلس القومي للمرأة المادة 214 من الدستور هي التي أعطت المجلس الحق في أن يشارك بالمقترحات التي قدمت. نفس الكلام المجلس الأعلى للقضاء، إحنا اللي بنتكلم فيه ده هتطبقه محاكم، ويعني العقوف فيه للقضاء، وبالتالي أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء هو أمر مهم. بل بالعكس، اللجنة التشريعية في المجلس بها العديد من السادة القضاة الذين أدلوا بدلوهم وكان لهم إسهامات كبيرة جدا في صياغة هذا المشروع. هل تم التواصل مع نائبات، نواب، مقدمي المشاريع المماثلة كمان؟ لأنه في داخل مجلس النواب عدد من النواب مقدمين أيضا مشاريع خاصة بالأحوال الشخصية. تمام. هو تم دراسة مشروع المقدم من حزب الوفد من أحد السادة أعضاء المجلس النيابي، وتم الاستماع والمواجهة والاطلاع والحوار بين نائبات في مجلس النواب زي الدكتورة أمنة نصير، زي مثلا الأستاذة عبلة الطهطاوي، زي يعني عدد كبير من النائبات زي الأستاذة هالة فوزي، عدد كبير يعني، بالإضافة إلى الاستماع إلى كل ممثلات الجمعيات الأهلية النسائية التي تعنى بشأن المرأة أو الأسرة المصرية في مصر، وخاصة الأسماء الكبيرة من السيدات اللائي لهن باع كبير في هذا المجال. تم الاستماع إليهم. تمام. تمام. لكن أنا بتكلم عن مشاريع القوانين تحديدا المقدمة داخل البرلمان. تمام. هل تم الجلوس معا؟ هل تم التشاور معا بحيث أنه يعني يكون في جهد مشترك ما بين القانون اللي حضراتكم بتعدوه وما بين القانون اللي هم بيعدوه، بحيث ما يبقاش عندنا قوانين كثيرة ولكن يبقى عندنا جهد مشترك وفي الآخر ناخد الأفضل في كل من هذه القوانين؟ تمام. هو اللي بيحصل على أرض الواقع أنه المشروع الذي قدم للمجلس النواب ده قدم بالفعل الخاص به أحد السادة النواب في البرلمان المصري. مشروع المجلس لا زال إلى الآن في مجلس الوزراء، لكن كل هذه المشروعات يعني عبارة عن مقترحات، يعني ليست أكثر من مشروعات، وإنما القول الفصل فيها أنه تجتمع كل هذه المشروعات في اللجنة، لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ثم بعد ذلك يتم العقوف على دراسة كل هذه التشريعات، أفضلها لصالح الأسرة المصرية ولصالح بنيان وكيان المجتمع المصري، وتطبيق لمفاهيم أرساها سيادة الرئيس فيما يتعلق بالحفاظ على كيان الأسرة، وخاصة فيما يتعلق بالطلاق. أو أنه السنة اللي فاتت طبعا زي ما سيادة الرئيس كان يعني عام 18 كان عام المرأة، وكلنا عارفين أن 2030 دي استراتيجية تمكين المرأة المصرية. كل هذه التوجهات من القيادة السياسية تجعل مجلس النواب وصاحب الكلمة العليا وفقا للدستور في أنه كل هذه المشروعات يتم دراستها والخروج بقانون، لأنه كلمة قانون لا يمكن أن تسمى إلا من خلال التصويت عليه بمجلس النواب، ثم بعد ذلك يصدره سيادة الرئيس وينشر، وبعد ذلك يكون نافذا. فكل ما نقدمه هو يعني مجرد مقترحات. طيب سمعنا انه الاربع اللي فات كان في حوار مجتمعي ولكن تم منع بعض السيدات الامهات الجدات من حضور جلسه الحوار المجتمعي، والحقيقه انه ده شيء طبعا اغضبهم كثيرا. قولي يعني ايه اللي حصل يومها وليه لم يتم السماح ليهم ان هم يحضروا؟ لا، هو ده ردد او تردد كثيرا على وسائل التواصل، لكنه يعني بعيد عن الصواب، لانه الحقيقه انه كان هناك اجتماع مع
ناس من أفريقيا وداخل مجلس القومي للمرأة وليس له اتصال بالشؤون الداخلية المصرية. طبعا بدون ترتيب مسبق وبدون دعوة دخلت بعض السيدات المجلس وأصروا على دخول هذا المكان الذي كان به اجتماع ليس له صلة بقضايا المرأة المصرية. وعند محاولة يعني إثنائهم أو إبطائهم أو انتظارهم حاولوا أنه يعني يعملوا نوع من الهرج، لكن ما حصلش أي نوع من الحرمان من الحوار المجتمعي، لأنه لم يكن هناك حوار مجتمعي خاص بالمجلس القومي للمرأة في هذا المشروع في هذا اليوم. ومن ثم فما كتب كله يعني بعيد كل البعد عن الصواب وليس على حق. طيب عايز اتكلم عن بعض مشاكل الزواج اللي بيتناولها القانون، يعني زي مثلا انه القانون بيمنح قضاة محاكم الاسره سلطه تحقق القاضي من شرط علم الزوجه برغبه الزوج في الزواج باخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهم. الى اي مدى شايف انه يعني هذا الامر قابل للتنفيذ على ارض الواقع، شيء عملي؟ يعني احنا كلنا لازم نؤمن بانه ان المشروعات كلها او القوانين كلها زي ما انا قلت ليست للقداسه او للعباده، وبالتالي بتخدمنا. وكلنا عارفين في واقع المجتمع المصري انه اي زوج يستطيع سواء بعقد موثق عند مأذون او بعقد عرفي ان يتزوج مرة اخرى ولا تعلم هذه الزوجة، وكلنا عارفين ان الزوج بيروح يكتب عنوان ربما هو يعلم انه ليس هذا العنوان الحقيقي لزوجته ويظل سنوات وربما الى ان يموت تفاجأ الزوجة ان لها زوجة اخرى تشاركها في الميراث بعد سنوات طويلة. كلنا عارفين وعايشين في المجتمع، وبالتالي الانتظار الى يعني ابد الابدين دون وجود حلول لهذه المشكلات هو امر صعب جدا، وايضا يحط من كرامه المراه المصريه. هي من حقها ان تكون زوجه، ومن حقها ان تنفرد بهذا الزوج، ومن حقها ان تشترط عليه في الشرع الحنيف وليس في القانون فقط. ومن هذا المنطلق المقترح المقدم من المجلس انه ليس ما يمنع الزوج ان يتزوج مره ثانيه، ولكن الذي لديه القدره على الزواج يطبق الآية الكريمة الخاصة بالتعدد المرتبط بالعدل. وحتى فضيلة الإمام الأكبر لازال يشرح في هذه الآية الآن في بعض الشاشات. وبناء على ذلك المقترح يقرر الآتي: أن القاضي يقدم له طالب الزواج طلبا بأنه يريد أن يتزوج بأخرى، ثم بعد ذلك القاضي يعلن السيدة الأولى الزوجة الأولى مباشرة حتى تكون على يقين أنها تريد أن تستمر في هذه العلاقة. طيب. مع هذه الزوجة أم لا، ثم بعد ذلك يستوثق منه أنه سوف يحقق. كيف يستطيع القاضي أن يستوثق من أن هذا الزوج يحقق العقد؟ يسأله أولا عن ملاءته ويسره من ناحية الأموال، يسأله عن سكن آخر للزوجة الأخرى. يعني إذا رأى القاضي أنه ليس لا يملك إلا شقة مثلا، كيف تستطيع الأسرة المصرية أن تعيش بهذه الصورة طبعا المقيتة المهينة لأي امرأة مصرية؟ إذا شاف القاضي أنه مرتبه أو دخله لا يكاد يفي بالقوت الضروري لهذه الأسرة، كيف يبني أسرة تانية ثم نتحول إلى أطفال شوارع؟ طب واللي مش هيروح للقاضي وياخد الإذن ده؟ ما احنا عاملين عقوبة بقى. لا ده الجديد يعني اللي هيروح يتجوز من غير ما يقدم طلب ولا يبلغ أحد. ما هو ده احنا عاملين مقترح بأنه الإدلاء بمعلومات كاذبة هو تزوير، وهو من الأول تزوير، يترتب عليه العقوبة الخاصة بحبس الزوج المتهم سنة وغرامة 10,000 وكذلك المأذون. وضع الزواج الثاني هيكون إيه؟ يعني هيتحبس سنة ويطلع الزواج الثاني وضعه؟ ما هو تزوج، هو تزوج عند المأذون، المأذون يتعرض لعقوبة لأن المأذون شريكه في هذه الجريمة سواء بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة، وبالتالي أو هم حتى الاثنين فاعلين أصليين. لما نقول إنه المأذون سوف يعاقب ونقول انه الزوج سوف يعاقب، انا اعتقد انه شبح العقوبه يستطيع ان يرهب ويردع مثل هذه النوعيات وتتوقف مثل هذه الامور. لكن يعني اللي هيعمل كده ومش هيتعرف زواجه وضعه ايه في الحاله؟ لا هو من الناحيه الشرعيه ما فيش مشكله فيه، انما من الناحيه القانونيه ده واحد هيتم حبسه والتاني المأذون هيتم حبسه، وربما الشهود كمان اللي شاهدوا لانهم كلهم متفقين على الادلاء بمعلومات كاذبه وكلهم متفقين على ايهام هذه الزوجه الاولى يعني التستر على معلومه انه متزوج باخرى. فاحنا عايزين الشفافيه في المجتمع وعايزين يعني لسنا تمام مع المراه ضد الرجل ولكننا مع العدل. تمام. عمر الزواج المحدد يعني الحد الادنى للزواج ايه في القانون ده علما ان احنا عندنا مشكله زواج مبكر؟ تمام يا فندم.
دي برضو كانت احدى المشكلات المتتابعه في القوانين السابقه زي ما سيادتك تفضلتي، وده يمكن سؤال من اهم الاسئله، لانه للمره الاولى يوضع نص يقرر الاتي، انه الحد الادنى للزواج هو 18 سنه. وحتى في الخطوبه لو حصل خلاف في الخطوبه لا تسمع دعوه الزوج او الزوجه في الخطوبه الا اذا كان قد مر عليه 18 سنه ميلاديه، وده بيتوافق مع الماده الاولى من قانون الطفل اللي هو القانون 1296 التي تقرر انه يعد طفلا كل من لم يبلغ 18 سنه ميلاديه كامله. فالقانون او مشروع القانون او المقترح المقدم من مجلس القومي وضع حدا واضحا وضوحا تاما انه الحد الادنى للزوجه او الزوج لا يقل عن 18. وانا برضو يعني وجهه نظر شخصيه كمان، هذا السن يعتبر سن صغير على تحمل مسؤوليات الزواج. تمام. طيب اسمح لي في بعض الاسئله على صفحه المواجهه على الفيسبوك يا دكتور. حلمي بيقول سؤال حول قانون الرؤيه وما الجديد به، فعلا ايه الجديد في قانون الرؤيه؟ الاول سن الحضانه بقى يعني هل ابقيته على الوضع الحالي ولا تم فيه تغيير؟ تمام يا فندم. هو الوضع بعد تعديله سنة 2010 أصبح الحضانة 15 سنة للولد والبنت، وثم بعد ذلك يتم تخيير الولد والبنت، أنه الولد يستطيع أن يكون مع والدته حتى بلوغ سن الرشد، والابنة تستطيع أن تظل مع والدتها حتى الزواج. ده اللي كان موجود بالفعل، هذا الوضع أبقي عليه فيما يتعلق بالحضانة. لكن الجديد في الحضانة انه ترتيب سيتغير في هذا القانون. بالظبط. هيبقى مين بعد الام؟ يعني ام الام، يعني احنا مقترحات كثيره مقدمه في المجلس كانت بعد الام تروح ناحيه الاب. وطبعا احنا كلنا حتى في اطار الشرع الحنيف ان الصغر الحاضن لابد ان تكون امراه. يعني المشروع اللي حضراتكم عدتوه الام اولا، نمره اثنين مين؟ ام الام. طب ما هو ده اللي كان موجود قبل تمام. كده. تمام ايوه. بعدين نمره ثلاثه ام الاب. ما هو برضو ده اللي كان تمام كده. تمام تمام. نمرة أربعة يعني برضو نساء متعددات من هنا أو من هنا. الأب في رقم كام؟ لا الأب ده لما نبدأ في الذكور بقى، يعني بعد انتهاء النساء رقم كام يعني؟ يعني عندما تنتهي أم الأم وأم الأب والأخت والعمة، سيدات كثيرات بالذات في سنية الصبا الأولى، تخلص كل الستات اللي في العيلة من ناحية الأب ومن ناحية الأم. لأنهن أقدر على التربية. يعني تقريبا رقمه كام، ترتيبه كام في الحضانة؟ هيبقى بعد أن تنتهي كل كان النساء. كان رقم 16 في القديم. يعني ربما يكون 9 ولا 10، وده طبيعي جدا، لأنه أنا واحد مولود عنده 6 أشهر أسلمه للأب، يعني 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 هل ده يمثل المصلحة الفضلة للطفل؟ أنا طبعا لا، هو أولى بأنه يظل في حضانة النساء، لأنه التربية في هذه السن المبكرة هي للنساء. تمام. طيب الرؤية إيه اللي هيحصل فيها؟ لأنه ده كان سؤال على الفيسبوك. تمام يا فندم. فيما يتعلق بالرؤية، الخلاف دائر يعني بين السيدات والرجال حول الرؤية والاستضافة والاصطحاب وإلى صحيح. آخره. المجلس برضو أخذ منطقة وسطى لتحقق مصالح الأسرة أيضا، سواء المرأة ولا الرجل. طبعا على يعني نحو تطبيقي بقى، إيه اللي حصل؟ الرؤية كانت من الأول أنه بيحكم بالرؤية للأب، لكنه لا يجوز له أن يأتي مثلا مصطحبا أبوه أو أمه، ودي كانت مسألة فيها نوع من اللدد أو فيها نوع من الصعوبة على النفوس البشرية. فالتعديل أنه ليس ما يمنع أنه الأب المحكوم له بالرؤية يستحب أقاربه حتى الدرجة الثانية، يعني أمه أبوه أخوه جوز أخته وهكذا. نمرة اثنين، الرؤية إذا تعسفت الزوجة الحاضنة في إعطاء الحق في الرؤية، يترتب على ذلك أنه بأمر على عريضة أو أمر وقتي من قاضي التنفيذ يستطيع أنه يعني تبقى ليست أهلة للحضانة. نمرة ثلاثة، تغيير الزمان والمكان الذي تتم فيه الرؤية يمكن أن يكون بسرعة في إطار المستحدثات الجديدة في المشروع. نمرة أربعة، فكرة أنه يستضيفوا أبوه أو يصطحبوا أبوه، دي مسألة خاضعة للرضا، يعني لا يتدخل فيها القانون، لأنها مسألة شائكة كثير جدا. طب أنا أتعرض بقى أنه هو مع أمه عنده الكتب وعنده المدرسة وعنده العلاج وعنده البيئة المحتضن فيها، يعني يروح بقى ناحية الأب مخطوفا أو في إطار الخلاف بين المرأة والرجل في السن المبكرة، يتحول هذا الطفل إلى كرة يعني يرميها كل منهما للآخر، وكلنا بنبص على أن احنا مين يفوز بهذا الطفل ولا ننظر إلى مصلحة هذا الطفل. اللي كلنا متفقين، وإحنا في مصر مصدقين على اتفاقية حقوق الطفل، أنه المصلحة الفضلى والأسمى والأعلى هي أنه هذا الطفل الذي في سن المبكرة. تمام. طيب. صعب جدا أن أنا أبص على الأم والأب قبل ما أبص على الطفل. كويس. القانون ده فينه دلوقتي؟ أين مكانه؟ في مجلس الوزراء. راح مجلس الوزراء. تمام يا فندم. وإمتى يروح البرلمان؟
بعد مجلس الوزراء يعني يتبعت للبرلمان. يتبعت للبرلمان ويتم طيب. مناقشته مش كده؟ تمام فين. تمام. ويتم مناقشته. طيب يعني في برضه سؤال عن ايضا تمام لحظة واحدة، كان في سؤال لحظة واحدة هل الأرامل لو لديه الأرمل لو لديه من النساء من يقوم بالرعاية لماذا يتم حرمانه من الأطفال؟ هو مش بيتم حرمانه ولكن هو ترتيبه طبعا متأخر. طيب أنا عايز أسأل حضرتك عن توثيق الطلاق كمان، هل توثيق الطلاق أو الطلاق الشفهي هيتم التعامل معاه من خلال هذا القانون تمام. في حل دي المشكلة من دي؟ من المسائل الشائكة جدا جدا وطبعا محل خلاف، ودي أشار إليها سيادة الرئيس منذ فترة، والبعض ما استوعبش هذه الرسالة، لأنه كلنا عارفين أن حالات الطلاق كترت جدا وبالذات في بين الشباب، وطبعا بيترتب على ده انه الاسره المصريه لا تخرج اطفال يعني لديهم القدر الكبير من التربيه في اسره طبيعيه. السؤال بتاع سيادتك انه طيب يعني وماذا بعد؟ كل زوج في مصر، وخاصه اتحدث الان عن الشخصين المسلمين، كل زوج بيجري الطلاق الشفوي في لحظه من اللحظات، احيانا بتبقى لحظه غضب او لحظه تسرع او لحظه طيش بين او لحظه هوى جامح، ويترتب على ده انه بتنهار هذه الاسره بهذه الكلمه. التعديل الذي تم في هذا المشروع انه هو له الحق في ان يطلق شفويا، ولكن في غضون 10 ايام من تاريخ ايقاع هذا الطلاق الشفوي، انه اما ان يراجع هذه الزوجه واما ان يجري توثيق لهذا الطلاق، لكن ان تظل معلقه بهذه الصورة اللي احنا شايفينها النهاردة ده عبث، لأنه لا أحد يعلم أنه هيتزوج بأخرى ولا هي تتزوج ولا هم اختلفوا ولا اتفقوا ولا سابها ولا ردها طبعا ولا ما طبعا ردهاش. فلو مسائل غير محسومة ومسائل برضو بتهين كرامة المرأة، فهو يتخذ ما يشاء، ما حدش قال أنه يعني ما فيش طلاق، إنما لابد أن يكون هناك استقرار. وبعدين طبعا في منتهى الغرابة اللي في الدنيا أن احنا بنوثق عقود تتعلق بالأمتعة، يعني كيف لا يوثق عقد طلاق خاص ببناء أو فسخ أو إنهاء حياة أسرية. وتم إلغاء إنذار الطاعة خلاص في هذا القانون. دي برضو جزئية سيادتك من الجزئيات المهمة جدا، لأنه كلنا في مصر فاهمين أو العدد يعني الكبير إن الطاعة دي متعلقة بالشريعة الإسلامية. والحقيقة إن إنذار الطاعة ده أستاذ إرهام ده من القانون الروماني، لا صلة له بالدين الإسلامي أو أديان سماوية، وبالتالي احنا خدناها من سنة 20 من القانون الروماني، انه اذا تركت الزوجة منزل الزوجية يستطيع ان يوجه لها انذار طاعة. برضو ده لون من الوان الاهانة الكبيرة جدا لكرامة الانسانة، لانه يعني هو مش هدفه انها تعود الى منزل، لو عايزها يروح يجيبها، انما هو يقدم هذا الانذار حتى يثبت للقاضي انها ناشز، ثم بعد ذلك تسقط نفقتها. التعديل نمرة واحد إلغاء هذا الإنذار، وحتى مسمى الطاعة مسمى فيه عبودية، والمملكة العربية السعودية ألغت فكرة الطاعة أو إجبار المرأة على الدخول في العلاقة الزوجية ملغاة منذ فترة. إحنا عايزين نقول إنه هنرجع بقى نبقى كلنا بشر بني آدمين، وكلنا مفعمين بالكرامة، وكلنا مفعمين بالعزة، وكلنا بني آدمين. إذا كان هو عايز إنه الست مش عايز يدفع لها نفقة، يلجأ إلى القاضي ويوقف تنفيذ هذه النفقة لأنها يعني تركت منزل الزوجية دون الوصول إلى مسألة الطاعة والإنذار. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق بجامعة ألمانيا وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، والمتحدث باسم المجلس فيما يتعلق بمشروع القانون. لو تسمحي لي حاجة بسيطة جدا، يعني اتفضل. من ضمن الحاجات الجميلة جدا إنه إحنا عندنا مشكلة إنه السيدة التي مضى عليها أكثر من 20 سنة في زواجها ايضا يستطيع الزوج ان يطلقها فتذهب الى الشارع من حيث لا تدري الى اين تذهب. استحداث القانون انه السيده التي مضى على زواجها 20 سنه المتعه نفقه المتعه بتضاعف، بالاضافه الى انها حاضنه او غير حاضنه تستحق ان تظل في مسكن الزوجيه حفاظا على كرامه المراه، لانه احنا ما عندناش بيوت للمعنفات زي اوروبا، وما عندناش قواعد او عادات او تقاليد تسمح لاي رجل محترم ان يترك امراه على قارعه الطريق. اشكرك شكرا جزيلا دكتور حسن سند، وده كان اول ظهور اعلامي لحضرتك للحديث عن هذا القانون، يعني بشكل حصري اتكلمنا في هذا الامر مع دكتور حسن وجاي لنا مخصوص من المنيا، فبشكرك جدا شرفتنا ونورتنا. شكرا يا فندم. شكرا فيه. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع مواجهتنا الثانية عن نظام تميم راعي الإرهاب وحامي الفساد. استنونا.